العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وعاش معه سيرة وسلوكا وأخلاقا واقتداء يكون الله عز وجل معه، ومن لم يكن مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الله معه. ولذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان الله معهم. وكم من أمر ومن خبر يؤمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ويشركه الله عز وجل مع أصحابه، فقال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فاستقم كما أمرت يا محمد ومن تاب معك، أي من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. فمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم عاش سعيدا، عاش مطمئنا في حياته، وأنه لن يفعل شيئا ولن يقدم على أمر حتى يأذن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا عشت مع إنسان تحبه فإنك لن تفعل شيئا إلا بإذنه. أبوك إذا كنت تحبه، ولا شك أن الإبن البار يحب أباه، فالحب حب الإبن لأبيه هو في طاعته، هو في اتباعه، فكيف بمن يدعي حب والديه وهو لا يطيعهما؟ فإن كنت تدعي أنك تحب أباك وأنت لا تطيعه ولا تتبعه فإنما هذا الادعاء أجوف، لا فائدة فيه ولا يرجى منه خير لأنك تعصيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كنا نحبه فنكون معه في سيرته، أخلاقه، معاملته، أقواله، أفعاله، فنطيع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الله عز وجل حينما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عن من معه فوصف لنا هؤلاء الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: محمد رسول الله والذين معه. والذين معه، محمد رسول الله والذين معه، هؤلاء الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم صفاتهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى آخر الصفات العالية الغالية للصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتربوا تحت كنف النبي صلى الله عليه وسلم، فأحبوه وأطاعوه واتبعوه. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا معه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هذوما هؤلاء هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذو هم اللي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول في شأن أدب
الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا معه، آمنوا بالله ورسوله، فإذا أرادوا أن ينصرفوا كانوا معه استاذنوه، كما يقول الله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا، فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. فلا يجوز، يعني اذا دخل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له ان يخرج منه الا باذنه، غير مجرد الجلوس. شوف الجلوس، انك تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، اذا جلست معه فلا يجوز لك ان تنصرف وتخرج من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الا باذنه حتى ياذن لك. فان خرجت بغير اذنه فانما تكون ارتكبت اثما ومعصيه. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الان ما معناش النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، فكذلك احاديثه واقواله سنته، فاذا سمعت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي لك ان تنصرف من مجلس الذي يدار فيه ويقال فيه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن الادم ان تجلس الا اذا كان لك عذر. ولذلك اولئك الذين الثلاثه الذين دخلوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس، وهذا الثلاثة دخلوا فوجدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يجتمعون حوله، يلتفون حوله، يتخذون حلقة ويلتفون حول النبي صلى الله عليه وسلم ويقتربون إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. فهؤلاء الثلاثة واحد منهم بحث عن فرجة في الحلقة فجلس فيها، وجد واحد الفرجة جلس، والثاني فلم يجد فرجة فجلس خارج الحلقة وحده، والثالث لم يجد فرجة واستحيا أو تأنف أن يجلس خارج الحلقة فخرج من المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أتم الحديث كمل الحديث قال: أما الثلاثة فالأول آواه الله، آوى إلى الحلقة من الفرجة، آواه الله برحمته وثوابه وأجره. أما الثاني فاستحياء، يعني أن يجعل مكانا له بين الناس فاستحيا، استحيا الله منه. أما الثالث تأنف ولم يرضى أن يجلس مع خارج الحلقة فأعرض الله عنه، أعرض الله عنه. ومن أعرض الله عز وجل عنه فلا خير فيه، من يعرض الله عز وجل عنه بمعنى أنه بعيد عن الرحمة، بعيد عن الخير، بعيد عن عطف الله عز وجل وعن ثوابه وعن أجره. إذن هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى، حتى أن الواحد منهم ما يجد مكانا يجلس فيه، حتى الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم، إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم، معنى إذا قيل لكم توسعوا في المجلس فتوسعوا يفسح الله لكم. إذا الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه، وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا لم ينصرفوا حتى يستاذنوا. هكذا كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. في العبادات: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، لأن العبادات كلها تؤدى جماعة، لأن الخير في جماعة ومع المعية، خصوصا المؤمنون المتقون، كن مع المؤمنين في العبادات في الطاعات، إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون، إذا كنت معهم مع
المتقين، لأن الله عز وجل حينما يتحدث عن المؤمنين وعن صفاتهم يذكرهم بصيغة الجمع، بصيغة الجمع. لأن إذا كنت وحدك، الإنسان إذا كان وحده فهو أسهل وساهل للشيطان أن يستولي عليه وأن يستحوذ عليه. إنما الذئب يأكل من شاة القاصية، يعني النعاج والبهائم إذا كانوا في مجموع قاطيع مجموعين فيصعب على الذئب أن يعين وحدة من القاطيع، ولكن إذا كانت وحدة منعزلة عن القاطيع فهي بسهولة أن يفترسها، بسهولة أن يفترسها ويأكلها، لأنك تمشي خارج القاطيع. الطيور كذلك، وإحنا كنشوفوا مثلا الحيوانات، حتى الحيوانات لما كتمشى كتمشى في سرب، في جماعة، في جماعة. وهنا ليتعاونوا فيما بينهم وليكونوا صفا واحدة وقوة واحدة، هذا في كل شيء حتى في الإنسانية. والآن العالم البشري إذا ما كانش تكتلات يعيش الإنسان ضعيف. المؤمنون يعيشون جماعة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأنت تعبد الله عز وجل مع المؤمن، هكذا كان الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت
الشباب الناس متربين على الطريقه صلى الله عليه وسلم يلقى الكلب شحال من مره كنشوفوا الكلب مهلس الكلب الذلج المشاه يعني حتى الحيوانات ما كنرحموهمش مع ان الاسلام دين الرحمه تلك المراه الزانيه امراه زانيه دين الفواحش وسقت كلبا اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم سقت كلبا فغفر الله لها جميعا جميع الذنوب غفر الله عز وجل له هذا فيما يفعل الخير في من في الحيوانات فكيف بمن يفعل الخير للانسان وخصوصا اذا كان هذا مسلم والعكس اذا كان يفعل الشر فالانسان يعيش مع المؤمنين يحبهم ويحبون يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نسال الله عز وجل ان يكون مع الصادقين مع المؤمنين مع المتقين شيش مع الله عز وجل لا في شده جميع دار ما تحب حتى شي واحد من الحاضرين من المسلمين بدخول الجنه ايها الاخوه